لا أحاول إيجاد المبررات، سنحاول إعادة مشاهدة المباراة لمعرفة مكان الخلل وما كان ينقصنا في مباراة كهذه وهزيمة قاسية 3-0. نعلم أنه لدينا نقائص عديدة، تلقينا أهدافا عقب أخطاء، سنحاول تفادي هذا في المباراة المنتظرة الجمعة القادمة. هي مباراة لعبت على جزئيات ولعبت على أخطاء كل إيكيب، يعني هي مباراة تعلموا منها وشفنا فيها أخطاء اللي نصحوها من المباراة الجاية إن شاء الله، والمباراة الجاية إن شاء الله راح نمدوا وش عدنا. نشكر هذا الشعب اللي جا ساندنا طول 90 دقيقة. نحترموا منتخب الكونغو، هو منتخب واجه السنغال، دوك ندرسوا هذا المنتخب ونلعبوا على الأخطاء تاعو وإن شاء الله احنا سنحسم تاعه. On a bien préparé, mais le match allait être un sacré blé, non? Surtout sur le plan physique, on a perdu beaucoup de duels. Mais comme on voit sur le football, qu'un dieu dit, bon, je dis merde, je dis merde, je dis merde. Inch'Allah, on va bien préparer pour le match de demain. On a préparé, on a joué contre le Cheikh. لعبنا ضد فريق قوي ثاني تو السنغال ما يخفالكش، معليش المباراه هذه نحسبوها من الباس ان شاء الله، ما لازمش نريحو نخمو فيها، عندنا مباراه مهمه ضد الكونغو لازم نفوزوا فيها ونتاهلوا ان شاء الله للربع النهائي. ماشي بس ناخذوها بصعوبه نديروا لا بريسيون روحنا، حنحضروا لها نشوفوا النقاط السلبيه تاعهم والنقاط الايجابيه، نخدموا على النقاط السلبيه ان شاء الله، نديروا شي قلنا المدرب تاعنا وان شاء الله نتاهلوا، ونطلب من الجمهور يسمحوا لنا وان شاء الله نفرحوكم في المباراه القادمه. يعطيكم الصحه.